والآن أعزائي المدعوين مع لقاء الغزلان، يا ريت نسقف العروسين على الفيرست دانس. على الأقل من لا وسيم بيها مش حامل كده الله في ايه الله هرس هرس عشان ما حدش يشك فينا ايه مش حاضر يا بسيوني انا ملاحظ ان الفرح قلب فرح بجد ما تهدى يا ملط وانت تهدى يا طنط ما تسيب العيال ينبسطوا بقى سيبهم ينبسطوا ينبسطوا يا جميل بس ينبسطوا ازاي يا بسيوني ما شفناش اي حد من عيلتكم يعني انت ناسي المهمه اللي احنا جايين فيها ولا ايه بابي ومامي طلعوا من البيت قبل العصر زمانهم على وصول في ناس شافوهم على الدائري شافوهم على الدائري وطلعوا قبل العصر لا دول يا دوب يحصلوك على شقتك بقى لو لحقوك في الصباحيه بقول لك ايه 30 دقيقه او 50 واحد من عيالكوا يبقى عندي يا اما اقسم بالله هلغي الفرح سامع ولا لا وانت جميل ايه احنا بقينا كام واحد دلوقتي بقينا 365 وشرطتين 365 وشرطتين اه حلو حلو قوي ماشي يبقى فاضل لنا 190 واحد هنجيبهم يعني هنجيبهم خلاص عشان محدش يشك في ورقة بس ايه يا وسيم ايه يا الله ايه الكلام ده كده يشكوا فينا والله انا قلت من الاول بلاش انا اسف يا جميل الاغنيه دي اصلا بتحمسني قوي